FM. الكلمة ليك. الحمد لله. هي بدا قالت فرحت زيدا تتويج مروة العامل وكيف كيف أسامة الوسلاتي فرحنا برشا بالميداليات هذوما. مروة شنو ناقص اليوم؟ شفنا برشا تشكيات برشا نقائص خاصة الألعاب الفردية اللي مازلت مش لاقية حظها، ورغم اللي هي أكثر ألعاب قاعدة تجيب لنا في الميداليات في مختلف المسابقات. شنو تشوف شنو ناقص اليوم؟ مازال مش ندعم الرياضي اليوم يزيد يتوج ويجيب الميداليات. الرياضة الفردية لازمها برشا دعم، وكما كنت نقولك ماهيش ماخذة حظها، ماهيش ماخذة حظها قدام الرياضات الجماعية. دونك التو انا قاعدة نشوف اللي الرياضات الفردية قاعدة تتوج عالميا وأولمبيا، معناها ديما تلقاها متوجة، لازم فما أبطال. نقول هنا أكيد إن شاء الله توا بعد الميداليات تذوما، وبعد معناها اللي فما وليدات صغار قاعدة توج كما أسامة 20 سنة وكان موجود ومتوج معناها في الألعاب الأولمبية، إن شاء الله تكون فما لفتة كبيرة للرياضات الفردية ورياضة المصارعة ورياضات الكل، معناها يعني نعطيهم فرصة ونعطيهم حق حظهم وياخذوا حقهم وان شاء الله تكون تتويجات خير. انا اكيد كي نقول مثلا باللي قاعدين باللي قاعدين ياخذوا فيه وجات النتائج ان شاء الله تكون خير القدام وتكون نتائج خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دعم مادي ومعنوي للالعاب والرياضات الفرديه بصفه عامه باش نشوفوا مزيد ان شاء الله التتويجات ان شاء الله. وهذا اللي نحبوه اكيد، يعني التتويجات نتاعكم هي نقولوا فتحة خير ان شاء الله المزيد من التتويجات بالنسبه لكم. بالنسبه للزاتليت زاد الصغار باش يامنوا اللي ما فما شيء صعيب ونجموا ناخذوا كارير اكيد. مروه العامري زاد ما كانش ساهل، يعني فما جزء كبير من المعاناه، ربما فما مشاكل ماديه في مستوى التحضيرات، فما تفاصيل اكيد تعرفهم مروه العامري صعاب خلوها تتحدى وتتالق وتتوج بالميداليه وتهدي لتونس اكيد ميداليه باش تبقى راسخه في تاريخ المشاركات الاولمبيه. اكيد ما فما حد شيء يجي بالسهل، توا سيرتو ميداليه اولمبيه ما تجيش بالسهل. اي كما كنت نقول لك معناها لازم اكيد فما النقائص وفما معناها ما يكونش كل اللي تحب عليه متوفر لك خاطر باش تتحصل على ميداليه اولمبيه. نقولوا نحن نحضروا لها قبل باربع سنين اللي توفى الالعاب الاولمبيه تبدا تحضيرات الالعاب الاولمبيه الجايه. دونك نحن معناها حضرنا في الأشهر الأخيرة بعد الترشح، بعد ما وفيت الدورة الترشحية للألعاب الأولمبية صارت التحضيرات، بديت بعد التحضيرات. أنا نشوف اللي مع تحضيرات أولمبية شوية إنها تكون في شهرين ولا في 3 شهور، أكيد فما عراقيل وكل، وإن شاء الله معناها الجاي خير. هذاك اللي أنا نقول ونقول بعد ما جيت الميداي إن شاء الله الجاي خير، إن شاء الله تكون فتحت خير على رياضة المصارعة، وكما كنت تقول الصغيرات واللي جاي إن شاء الله تحل باب للصغار وللرياضيين الصغار باش ياخذوا حظهم ويكونوا في ويتشجعوا أكيد ويطمحوا باش يوصلوا ويكون متوفر لهم احسن اللي متوفرنا لينا نحن ويلقوا حظهم باش يتحصلوا على ميداليه ان شاء الله. هذا اللي نتمنوه طموح مروه العامري اكيد، توا شو اللي يذهب بعد البرونز اكيد الطموح باش يكبر، ومن حق مروه انها يظلي تنجم توصل وتتحصل على الميداليه الذهبيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، معناه طموحي 2020 العاب الاولمبيه طوكيو ان شاء الله تكون متوجه بالذهب. هي 2016 كانت برونزية، إن شاء الله في طوكيو تكون ذهبية كما كنت أقول لك بالخدمة وبالعزيمة، وإن شاء الله تتوفر الظروف اللازمة إن شاء الله الميدالية تكون موجودة وتكون ذهب يا رب إن شاء الله. ذي بالنسبة للألعاب الأولمبية شنو جاي المستقبل؟ جاي إن شاء الله عام جاي عندي بطولة العالم في سبتمبر، عندي ألعاب البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله زيدا نكون متوزة فيهم ومتحصل على ميدالية. طبعا باش تستينسي ذولي ميدالية وحتى الناس الكل باش يوليو يطالبوك توا بالميداليات. ان شاء الله بدينا اولمبيه نكملوها ديما عالميه. ديزاين عندي متوجه في العاب بحر ابيض متوسط، كما عندي ميداليه عالميه في بطوله العالم، وكل ان شاء الله ديما ان شاء الله نكمل عام من هذا وديما ان شاء الله. ان شاء الله
وان شاء الله بالتالق ليك مروه العامري. اكيد هذا اللي نحبوه، نفرحوا بالحق مع تالق الرياضيين رغم الصعوبات نتاعهم اللي يعيشوها، واللي ربما حبيتش تتطرق برشا للصعوبات، خممت اكثر في المستقبل، حتى في سياق الحديث نتاعك خممت اكثر في المستقبل، ربما باللي باش نرجعوا نقفوا على تليل وما صاير للرياضه بصفه عامه. الصعوبات ما نحبش نقف عليها، اكيد اي رياضي عاش صعوبات وكل، ان شاء الله انا نقول ان شاء الله جاي خير، معني ان شاء الله الميداليه تكون فتحت خير، وان شاء الله يعرفوا اللي راهو فما رياضيين تعبوا ومشقوا وجابوا ميداليات مثلا وما كانش متوفرة لهم الظروف اللازمة، دونك ان شاء الله تكون خير باش يقعدوا على المنوال هذا، خطر الميدالية جات بتجيب صعوبة وكل، وصعيب انك تقعد محافظ عليها، دونك لازم توفر لك الظروف اللازمة باش تقعد محافظ على الميدالية وتكون خير. توا برونز ان شاء الله مثلا جاي ذهب، ما تكونش برونز ان شاء الله. ان شاء الله ذهب. مروة، كنت بعض المشاركة التونسية في الأولمبياد، كان توفر لك الوقت قبل ما تسافر، كيف شفت وبعد حتى ما وفيت ثلاثة ميداليات، كيف ترى مردود التوانسة في الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو؟ الثلاثة ميداليات حاجة باهية، مثلا كما كنت أقول لك جات من إناس البوبكري ومني أنا ومن أسامة، ماهيش سهلة ميدالية أولمبية، صحيح كان أمل كبير في رياضيين أخرين وإنهم يكونوا متوجين، لكن ميدالية أولمبية عندها قيمة، كانوا متوجين وخذوا ميداليات أولمبيين. اليوم أنت تتحصل على ميدالية أولمبية متعرش عليها 2020، الناس كل تخدم، الناس كل تحضر، أنا أقول البطل راهو بطل، ما يعني أنا متصورش أي رياضي نجم يبخل حتى بنكتة تعرق على بلاده ولا على أنه بش يرفع العالم ولا بش يشرف بلاده. ما جيتش الميدالية، إن شاء الله جاي خير تجي. كان عنا زادة رياضيين أخرين كانوا نجموا يتوجوا، الله غالب فما اللي تظلم زادة، فما اللي تظلم، فما ظروف، فما برشا حاجات، دونك الحمد لله معني عنا برشا مراتب مشرفة في الأولمبياد، إن شاء الله المراجات تكون ميداليات ونتصور مثلا معناها بالخدمة والعزيمة تكون فما ميداليات وزدنا ولهوة أكثر نتصور تجي. أكيد أكيد أكيد، خاطر الرياضة ما تعطيهاش وما تعطيكش، ما تعطيكش صحيح، أكيد يلزم لهوة أكيد. إن شاء الله إن شاء الله تجي الميداليات وأكثر ميداليات في المستقبل إن شاء الله في الألعاب الأولمبية ولا غيرها. دونك مروة نختموا معاك كلمة، شنو تحب تقول مناش للناس اللي تسمع فيك، للناس اللي فرحت بيك وتتويجك الميدالية هذه، شنو تنجم تقول؟ انا نحب نشكرهم برشا ونقول لهم ميرسي على التفاعلات وانهم فرحوا معايا، نشكرهم برشا ونهدي لهم الميداليه هذيا، نهديها لهم وان شاء الله ديما مفرحتهم وان شاء الله ديما مشرفتهم، ان شاء الله يا ربي في المحافل الجايه تكون مفرحتهم بالذهب، يعطيهم بالصحه انهم تفاعلوا معايا وفرحوا معايا. نشكر زيدا المدرب متاعي سي زهير صغير اللي تعب معايا وضحى معايا برشا، معناها رغم الصعوبات وكل شيء ورغم انه معناها عدينا فترة مع بعضنا البرة وكنا وحدنا، كان فما برشا ستريس وبرشا تعب، دونك ما كان موجود معايا كان ديما يدعم فيا، الحمد لله يا ربي. زيدا هو نشكر شكر كبير، نشكر عائلتي زيدا اللي كانوا مسانديني وكل، ونهدي ميداليتي كما كنت أقولك للشعب التونسي كل اللي فرح معايا وبكى معايا نهارتي أنا بكيت، صدقني نشكرهم شكر كبير برشا. أكيد إن شاء الله يسمعوا فيك مروة. قبل ما نختم معاك كما قلنا حكينا على مستقبل مروة، دونك شنو طب باش تقضي فاكونس ولا باش ترجع للتحضيرات ولا كيفاه؟ ولا مازلت تقول خل نكمل الفرحه ومازلت ما كملتش فرحه؟ لا ان شاء الله باش نرجع، باش عندي شويه اصابات لازم يعني نراجع الطبيب نتاعي وكل، دونك بعدها
باش نرجع نواصل التمارين نتاعي كالعاده. اصابات خفيفه نقول ماشي، اصابات خفيفه الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله لاباس. يعطيك الصحه مروه العامري، وان شاء الله مزيد من التالق مزيد من ميداليات وتكون بحضانا. يعطيك الصحه مروه العامري. كاب اف ام الكلمه ليك.